Assalamu alaikum. I will be reciting Surah Al-Bayyinah, Chapter 98 of the Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitabi والمشركين منفكين حتى تياهم البينة رسول من الله يألو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم من جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.